بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها من أحوال أهل النار ومن أحوال أهل البدعة وني حان كجرى باب كي صلاةها أما قيبتي صلاةها خاصة قيبتي سنوين كصلاةها سنوين كأما كوا ما أنت لتكذا أما كوا همين كلتكذا أما كوا السواب ما أتوحي كي ما لي أسباب كيمت أنت وعاد طيب تي كمان يتي لمان يتي سدحان يتي أفراد ما نكون صواب حني وعاد إن قربت إنك جلينا ماشي إنك جلينا طيب تي شرات صلاة خصوف قرح دي أو نور كو كتل أو نمت أو مدوباته أو مديوته أو يفتين كي النور كي النار كي وكتل صلاة دي لو تكنهي قابك لو تكنهي كيفية لو تكنهي واحد لو قبع هاي هاي يا واحد الله حريرة يا وحي لغا صوب الله يا وحي لغا أوران الله يا وحي لغا الشيخ لها انت بقى وقيمت شلاء أو سنوينك وصلاة سنوينك كمي وحي عرب بضوينك دوان تهي يا جرى مرك إن شاء الله وحي إلهي ناقا نسوء إلهي ناقا فهم سيئي وانوكا بياني لنا وانوكا افتيم لنا كتوضيح لنا صلاة الكسوف طيب تشرى وسنوك من صلاة الكسوف مدوما شرى صلاة اللو تكون هي الشمس والقمر كسوف دي ليلة مرك قار كون ديحي يقرح دول نسكت داري ديحي مدوما قرح دول مدوما كسوف وليلة مرك قار كون كسوف أو كاف لأخرية وشمسة ويواق الرحدة خاء هذه الأخرية خصوف ليرا وخاء الأخرية وديح بشؤ مدوبات ويديح مدوبات الشمس قرحت يا والقمر ديح وآية تالي لوا على مدود ويا لوا آية دود ويا لوا تسالة ويا لوا صنبان ويا ولوا على مدود ومن آيات الله تعالى آيات إلهي ويوين كمده waa waxnaahay uu ku cilminay oo asiga mooyaane cid wax ka sheegi karto sababtay ummad u baadeen ama abuurkoodii iyo keenidoodii ujeedadii u joogaan oo loo abuuray oo makhluuq loo keenay oo labadaas loo keenay waa cilmi oo min cilmillaahi mucjizad oo min mucjizaatihi weeyaan waa calaamad iyo aayado iyo tusaale iyo sambal واسر غارو الله ومن آيات الله تعالى إلى آيات كثيرة تسالي سيئة وحيس كمي أما مدو ما شاء إيه مدو ما شاء إيه مدو ولا إياه وجد أيها كجرت حكمة أيها كجرت ومن مظاهر قدرته أودي تظاهر كيم وقتي بناك التار عند أن كقرصون أنت شيطان يا إبليس يا هوي يا نف يا ما وحثني أي فقري الميان ظاهر كإياك من سبحانه وتعالى قال الله تعالى إلهي وحوله ومن آيات إلهي آيات كمسية على أسايا وغارك وسمية لما منسية لكم ترين سعية لا أبورتين وكذلك الشريع من لئي رجرين الليل همين كما كمين همين كما قبوي هاي ومجد وكاس جاوي هوا قولي يوحي قولي أيو لي دابعات قولي والنهار وما نتي ما كمل إلهي آيات ليس وقارك والشمس قرحت لما كمل والقمر ذيح ما كمل وأنت عن مخلوق عن الدنيا أو كو أرغي أنت هو وين ويا وأرضني إيا إيا نلقي إيا كتران إيا كمله لا تسجدوا حتى مها عابدين أبرك يثنين أسجودين للشمس قرح انت العابدان وحكى الرياضي السان وحكى
u aragtaan, si kale aad u aragtaan, ha u sujuudin. walaa lilqamari dayaxana, ha u sujuudin. wasjuduu, u sujuudin lillaahi, ilaahay alla u sujuudin. alladii allah oo khalaqahunna, habeenada iyo maalintaa iyo dayaxa iyo qoraxdii intaba abuuray, allahaas u sujuuda mooy, ayaga ha u sujuudin, ha caabudina, ha barakeysanina, wax kale ha u arkina. in kuntum, haddaba haddaad tihiin, iyaahu alle tacbuduuna, kuwii caabudaya, haddaan leeda annagu allahan caabudaynaa, wafii afcaalihi wafii aqwaalihi wafii asmaai wasifaatihi, asagaa ku gooniyeeda cibaadada, asagaa ku koobnaada, cid kale hala wadaajinin. ويحدث حسود الرها يا خسوف الشمس وخسوف القمر. ويحدث وصوح سبحانه ووح سوكر ووح سود الرها ووح يماله خسوف الشمس قرأت أمده وباشد هنا ووح حادث أعداء حسوف أزيان وأن له كان يو خسوف القمر خط لا أخرية خط خسوف القمر بشا ما دوما شاهد أما ضيح فتلتبه نفوس فتلتبه وحامال لغو برارو جنية مردان إيه ما شاء الله لك عن نفوس نفيان نفافكي الغافلة وحيالها هلمام سنة أبوت إلهي يقدرني يمحق أولاي آياتك إلهي ya wixii loo abuuray iyo adduunyada cidda maamulayso ciddii ka jeesatay nufuuftii nafafyaalkii ka jeesaday ee ghaafila ahaa hilmaamsanaa in lagu baraarujiyo inaa cidamati khaaliq allaha khaaliqa weynaantiisa iyo awooddiisa in lagu baraarujiyo daraaddeed ayaa arrinta loo keenay iyo wakeefa sidii iyo tasarufu ilaahay uu maamuli uu tasarufayay filkowni koonkan بقدرة يقول إذا كيف كيف ما يشاء وسأل الله سيد الدوله وهو تصرف في أي وكم قد أيوه عنده وكذا تشرين عنده ونوكل من سنين وكسوف الشمس قرح لما دوب شدين ذهاب شعاع شعاع هذا يفتين كذا يا نرال كذا يا نور كذا أو تقوي أو نقصانه أما نور كاسة حدونه ود التقيلة نسقامه هو سقعي يو تغيير وسو بدل الديزة وبدل ما إلى سوادي مدو وسو بدل في المرأة حق على كده مركي الله في ري على كده دايما أتفيرس نور كي نلالها يؤو قدو الله أما عدعي يا مدو سو بدل ما أسل قرح نوي مدو مات يو تغيير دور صومي ديزة ويؤو دور صومي إلى سوادي مدو باشو مدو مدبك مدو في المرأة حق على كذا أيمن وخسوف القمر ذا يحمد وما شد يسأل الذهاب وضوء النور كي سيو تنوي كله لما أو بعض أما قارك وتنو هذا خسوف والخسوف خسوف هذا وآية أو من آيات الله ومعجزة معجزة الله كمل وآية وتصالة أو تصالة إلهي كمل على مدى إلهي علامات كمل يخوف الله إلهي وكو عبسينا يوكو عبسي كده به آياتك عباده أدوميس إلهي كو طوبك يلا كو عبس قاتنا كو برارغان المانك إيا سي جيس الشدي وحي الله أمر إيا وحي الله أبور إيا كجيسين إلهي كو برارغان لو عبسي كده ويعتبرهم يكون عبر قاتنا ما يعتبرون لو عبر قاسي يكون عبر قاتنا وفا ينظر أوسيني إنسان أردنا عيال من قف ما وفا ينظر أوفيني عل ما يحدث قف صاح أسبوري سيني وكصاح أسبوري أحسانا يمينهم حق وضا طابت طابت صاح أسبوري سيني وعبسنا إلهي طوبة كان إيه لم بتناف ويجس الشيء إيه إيه السحة يو أسكنين قرين أيو أسنا دي في العين عبادة دي يتقوى دي طوبة كان إيه إخلاص
soo cusboonaysiisaa ilaahay isku u tooba keenahay ilaahay. qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi wamaa nursilu manaa soo diri min aayaati aayado ilaa takwiifan, waxaan usoo diray un cabsigeni inaanu makhluuc especially khaasatan bani aadamka inaanu ku cabsi gelinno yaanu usoo diray. wax kaloo aan usoo diray ma jiraa, ujeedo kale oo loo soo diray ma jirto. takhwiif cabsi gelin ayaanu maaragtay yaanu usoo diray, sabab kale oo aan usoo diray ma jiraa ilaa takhwiifan. wax kale umanaa soo dir dadkan ku biijinayna ku cabsi gelinayna. walamaa kasafat shamsu qoraxdu markay madoobaatay khanajaa rasuulullahi uu baxay sal alay wasalam ila almasjid masaajidku u caraan masaajidku aaday musracan isagoo degdegahayo naqsanayo ordahay fazican oo waliba argagaxsan oo sasan anfariirsan ayuu masaajidka yajuur isagoo waliba jiidahay ridaahu go-iisa dhulka ku jiidahay xataa uu isaga waayo uu hanan waayo go-iisa inuu toosi soo si fiican u xidho garbaa u saarto oo fasalaa binnaas dadkii butuji inamanka xoogaha dhibaata iyo wixii ay yimaad cudur yimaado tuufaano yimaadaan dhulgariir yimaado colaad imaad cudur yimaado waxata wixii ay yimaadaan sida corona viruskan oo kaleeta sanadka maal adduunyada oo dhan camime wixii halloo canaanlay halla sameeyanlay gaali gaalo oo waliska iyo wixii ma ku jira buuga kuma jirin qadka kuma jira mar aya qadka ka baxeen leen ka baxeen muslimiin dhaxadnaa weyn mino meesha ilaahay noo canaanaa toobakeen iyo alla ka cabsi iyo cibaado iyo isbedel iyo taqwa iyo khushuuc iyo tadallul iyo tadaruc iyo khoof iyo amru bilmacruuf wanahyu can almunkar. waa laga tegay waa laga sii jeest gaaladii waa amarkoodii iyo taladoodii iyo yaa la raa sheebay sheegay oo dhan loo sheegay caalamkii waa la raa caalamku waacaya waa gaalada weyn. markii abaaray cudur waxyaala ay dhacaanleeya ama colaad caalamku muxuu sidan ugu fiirsanaya ummadan waddanka sidan u baabasa dadka isbaabiinay caalamku waa reer galbeedka iyo yurubiyaanka iyo wiya westerland ilaahay waa la iloon hadday hungurdahay hadday caafimaad nahay hadday nabadgelyad nahay wax kasta ayaa loo nismeeday. xaggee laga keenay sigid fiidal isu jirta xaggee laga keenay maaragtay sanka hala hala daboosha kulli waxaa laga keenay waa ruun iyo wixi maskax iyo caqli iyo qiyaas ee gaalada ee keensaday weyn ee la yimaada. taas waxa weeyaan xadiidkii rasuulkii ku dhawoomaysaa ku rumaysaa rasuulku sala alayhi wasalam laa tatabicuna sunana man kaana qablakum shibran bishibri diraacan bidiraacin xataa loo dakhaluu xira dabin ladakhadhumu u yiri ayay maaragtay ayaa ku caddahay khatar ayaa nagu jira. rasuulku waa markii qoraxdu madoobaad wuxuu u cararay ilaahay xaggiisa fafiruu ila allahi wayaa ayuu u cararay dad noocaasay ku liibaanaya sa ilaahay uu kaalmeenaya ilaahay wuxuu in tansuru llaha yansurnakum wayuthabit aqdaamakum marka ilaahay u gargaartaan ayuu ilaahayna idiin gargaara ayuu ilaahay noo gargaara ilaahay gargaar uu nooga maayo ma jira waa inaan amarkiisa anfulina aan adeecna wuxuu naga re ilaahay waa inaanu adeecna waa inaanu caasinin amarkiisa waa inaanu raacna wuxuu naga reebay cantaarnaa wuxuuna amray uuna faray anfartoobnaa anfulinaa taa wey ilaahay ka cabsigiisa yajuru ridaa fasallaa binnaas dadkii buu tujiye wa akhbarahum uu waramay dadka wuxuu u sheegay anal kusuufa madoobaashadan aayatun inay calaamad ay tahay loona tus iyo calaamad iyo tusaale inay u tahay waa min aayaati illahi ilaahay aayaadkiisa ka mid yukhawifu llah ilaahay wuxuu ku cabsiinayaa bihi aayaatka cibaadahu addoomiis iyuu ku cabsi gelinaya inay cabsadaan ee waxaan ku taagan yahay jidkan ay ku socdaan ay ka soo laabtaan ay ka jeestaan gab ee xun ee khalad waxay ku dhex jiraan waxaanay ku dhex jiraan ee faraankana baxaan hadday qool tahay hadday ficil tahay hadday ictiqaad oo wixii loogu talagalay ay u jeestaan
وأن يكون إن وح على نعكر سبب نزول عذاب سبب وأن يكون إن وح على نعكر أرنتن سبب نزول عذاب عذاب سود متان كيس إن وح سبب نقطة من ناس ذلك اللي سود جي وأمر وأمر جي بما يزيل أرنتن أيضا وحي زول الله وعادي إلى نورمال يصير لو قلت لك أنا أقول عين لها وجيد لها وواحد كزور لها أي أيوة أمر الواحد صدقت لكن إلا حريري إلهي إلا توبك لنا الضماء إلا حري مظالم يا وحيانا يا لا تكون أي كذا قليل هتلاقي جلال سعوديا إسعافيان إلهي لا تضر إلهي لا على روي تاسو أمر فأمر وأمر ربي صلاة صلاة وفرج صلاة هذا تكون عند الحصول على رتبة الملك الاعتماد وأردت أن أتكلم عن الصلاة الله على رب إن أستعينوا بالصلاة أستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صبر هي صلاة إكال الماس يو الدعاء الله بري إلهي إلا بري يو الاستغفار إلهي استغفار يا ذنب الآف إلا ويدي يو فرج يو الصدقة يو واحدة صدقة يو العتق الضومة الدين جرائن الضومة الله حرية يا وغير ذلك انت يا واحد من ومما في ما يدفعك الجسد من الاعمال يدفع اعلني مما كين وامر يدفع اجيد اعلني من الاعمال الصالحه الاعمال شو ولا يستحق اذا واحد اجيد هي اعلني نؤوف رجلي حتى يكشف انما اوف في المه كالضلك باب الناس بلوك تاني اللي بعتذر اللي واحد دخل خصوصا وقدر لك أي فرج إلا السماء يعرف داعيا وفي وحا خصوصا الاستعداد والديار قرو للمراقبة الله إلا يعطني عثني سي مراقبة فيني يا أوامر كيس فاعدي سوالي إيا لجيس كيس يكو حرم في سوالي لها يو التجاء على يا من قال إليه إلى الله إله إلا من قاله عند اختلاف الأحوال حالونك يا مرحلة مركز اختلافان وحسك بالدلال إلهي حق يصلى وحسك الله على رب لمن قال يو حدوث مايا ما شو درنتيس يخاف يو عبسة بسبب سبب تي سوالين لا تك عبسي قليلا أيو أي تدخل عبسة ريال وداتك إيه عبسان أو عبسان إيه وحي إيه دريم عيان دريم سين إيه مركع عيان إن إلهي حق يسأل الله جل وعلا الله أعلم حكم صلاة الخسوف بحي هي حكم إلا صلاة ورح مركع مدوبة يوم دليل دليل خسوف لقد أدامنا الإسلام الإسلام هو نوعد بي صلاة الإسلام هو نوعد بي بآداب آداب سامية أدوين وعلمنا أولا أن الجاي إلى نعسلا إلى نمان أنو على إلى الله إلهي أنو ما إن حق سأنو على وعندك نبي إيه أولي إيه ملايك إيه أووي إيه أن الله على الله عسلا يا سينسيان إيه كلما خرج جزعنا أمر الله كلما حزمنا مركونا صوا أمر الأمر أرن إينا سو قد بولاد نستغيث بالله إلهي ما قرأنا وإني سنايا ونستجود إلهي ما نسجودين ووحكا إلهي ما نحسبونين سنين إلهي ما نمالك قالمي إيا قرقات استغاثة أو إني سنين والخصوف خصوف قرحت نوم دوبات والخصوف ديح نوم دوبات ظاهرة تاني والله وعرف مو أوسك عن عق أوسك واوين أو بناك سكيان عظيمة تاني أو واوين تدل لا نوحي كتوس عيان ولغا فإيسان على قدرة الله تعالى إلى أوديس تهلع أما تهلع وحي أرقق حقنين يسعى النفوس نفط هي ولع يا رجح أي أرنتا سكون ديسا ورحت دامدوبان يا دي حامدوبان
عند رؤيتي ما مركي لا أركو أكتيدا قرحتني يدي حي ومدوبان نفط عبسي يركك حي صص أياه يحزن خوفا عبسي لا يعبسني من وقوع الضرر نبات إني سود دكتور سود عدو عبسي لا يعبسني تراجم لذا سنة ثلاث نت وأمر النبي ونبي وأمر صلى الله عليه وسلم إلا سمي بما يزيل خوف عبسنا وحي زول لها ترتر لها إلا سمي أيها رسولك أمر صلى الله عليه وسلم أمت أمر محو أمر محا سبحانه بالصلاة الصلاة صلاة إلا هو على والله كالمس أين يصبر يود دعاء دعاء وصلاة نواتنا لقصوف كان لو تكري يود دعاء دعاء الله إلا بري نعمه الله أرسل قلب السافي خلاص يود استغفار استغفار إله إلا وين يسلم بالنفع يود صدقة واحدة صدقة يود العتق الدومين لحوري وهي سنة مؤكدة وسنة نؤتي في حق الرجال صلاة نعينة كشديد أما أنت عينة فلنتين في حق الرجال لك الحق والنساء يدمر كلا بدر باتفاق أهل العلم لكن العلم الأساس هو فقه قال في المغنون صلاة الكسوف سنة مؤكدة وهي صلاة الكسوف وسنة لعكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أوفر وأمر بها أولى فردت كان أوفر أسون أو سمي ذات كان أوفر إني تكذب ولا نعلم من نال من بين أهل العلم ذاك أهل العلم الأحضر في مشروعيتها مشروع لمدينة نجدية بنات نليكو صوف الشمس خلاف واحد خلاف وكتاجا ومرم من الأمي المغيرة بن شعبة قال وحورة إن كسفت الشمس قرح ديما مدوماتي على عهد رسول رسول في الله زمن كيس وقت كيس حل كيس صلى الله عليه وسلم ما علم من مدومات يوم ما علم من مدومات مات أمكير إبراهيم ابن محمد ابن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولكن نبينا محمد ومريم تقب يا إيه الأشي وإبراهيم أها معانبتي وصاء النفحي أي قرحت هناك مدومات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس قرح والقمر الديح آيتان والله وآيات والله ومعجزون ومن آيات الله إلى آيات كيسة كمينة ومتن أسوى بن إيهي أسوى حكمتني أجيد إيه وقال لك أوتو ولجيده لا ينكسفان أمم دوبانا درت لموت أحد طف أنت درت أمم دوبانا أما نبي هات أنت أما رسول هات أنت أما مدحوين هات أنت أما شيخ عالم هات أنت أما مد أولياء شيئا هاي هات أنت وفي القفوين رأي الدمان نعم دونان ومخلوق ونولا جني إنس وحو دونها ورحت يديح منا أمام دوبانا السنة لما شدي سأوجد السمى بدنا ولا لحياتي قفت نو نبي نقندون إلا يو نبي قدورندون أما رسول أما عالم مفتيع أما مدحوينو أما وزير وعن دون ها أحد أما أولياني كرام الشيخان دون حيانا عليهم أف أستعميس أما إلهي أولينا أف كاس غارك إرهير كاكت إش غوص كاكت إش أما علامة لا يا علامة لا لا أما هل كاي هل كاكو نون وأولي ما أرن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أي لين عد قرن يسوع الله إهين ولا ولا من وح المغيب وح مو نق الظاهر ولا أركي كرن لا أجان إن أجان كرتم ما وقف الله قف كي إلهي كعب سنا وح الله كرمي كهر وح إلهي فرو ودرينا فرتوا مو فريو له ما كل أقمة سنة النبي قات كتاب كي سنة كل أقمة أن كم بيرين وحنا عن كدر وحنا عن كنص قامل وحنا عن كبد ذنب
kaasa uuni oo ilaahay ka cabsa ma aha qof inuu iska sheegto ama la yidhaah uuni aad tahay waa khalad wey wax banaan maaha ha cid garanaysa ma jirto iimaanka iyo uuniyanimada iyo waxaasoo dhan waa wax ilaahay gaar u ah waa u qarsoon saa daraadne hebel waa mu'min ama hebel waa uuniyo cid la dhihi kara male ama iimaan lagu mu'minnima lagu sheegi kara ama uuniyanima lagu sheegi kara ama karaamad lagu sheegi kara uuniyanima karaamad ha waa dhihi kartaa hebel inuu mu'min yahaan u maleen ama dadkan dad mu'miniin inay yihiin ama qofkan inuu mu'min yahaan u maleen waa inaa mala raacisa ma jasmin karta ma goon karto waa mu'min ama waa uuni ma dhihi karta laa ubadis waxaad odhanaysaa hebel inuu karaama leeyahaan u maleenaya qof karaamaysan inuu yahay yaan u maleenayaan ha caddee ha jasmine go-aanay ka gaaray waa khalad weyn waa caqiida xumi iyo ifaham xumi iyo baadinimo weyn limowti axadin baadi walaa lixayaatiina uma madoon fadaa ra'aytumuuha markaad aragtaan qorax yadayxu madoobaan fadcu llaha ilaahay u bari oo ilaahay u carara oo ilaahay bari wasalluu tukada salaadna tukada xataa yankashifa ila maa uu qaadmo uu feedmo idinka dulka mugdiga iyo waxaa idin saara oo idin cabsi geliya ee idinka dulka caad ilaahay bari oo ilaahay u tukada waxay ku timid markaas waxay yidhaha warkii way dhaa kulmay e wiilkii rasuulkeeda sala alayhi wasalam ibraahim aha geeridiisii iyo qoraxnimad mabashadeeda isku maali yaa dhacay isku soo toosay isku soo hagaagay markaase waxay yidhahdeen dadka qaarkood allah allah qoraxdu waxay la madoobaatay waxay u ooyeysaa la murugsan tahay ee la dhimatay wiilkii rasuulkee la dhimatay oo maadaama wiilkii rasuulka uu geeriyooday taasee tacsiyadiisii iyo waxigiisi iyo murugtiisii iyo waxigiisi ee la madoobaatay naxdintay ka naxday iyo maxaa ku idhaahday weynaynta wiilka rasuulka uu weyn yahay darajo uu leeyay maadaama wiilkii rasuulka uu leeyay allah wax kale lama eel madoobaan waxaa laga yaabaa sababta laisugu soo toosi dadka iimaankoodii caqiidadooda qof kasta inta uu gaarsiisan yahay in dadka la kala saaro ilaahay uu kala saaro oo dadka la kala maro la kala sooco ha in looga dhigana waa dhici kartaa markaasuu rasuulku yidhi marka war qoraxdu sal allahu calayhi wasalam qof dhalashadiisa iyo noolaashadiisa midna kuma xirno waa aayad oo ilaahay aayaadkiisa ka mid waxaa hadhihina wiilkii rasuulka dartii bay u madoobaada qoraxda u dhimata ama dayaxu u madoobaada yaa la odhan qofna dayaxu uma madoobaado iyo qoraxdu toona walaa dhalashadiisa weyneen ay weyneenayaan iyo farxad ay ku farxayaan daraadde walaa uuhin iyo murug iyo wix iyo umurki hayaan qof dhintay oo makhluuq oo bani aadam ma aha wax ku xiran maa wax shaqo kule ma aha waa wuxuu ilaahay u wato aqoonyadaan iska hadlaynin waaban garanaya imin makhluuq oo baadiya joog yaa dayaxiiba yaa madoobaade markaasa yaa waxay yihahen wayoonsana dadkii waaweyn annaga markaa ciyaal baan ahay alleh nin weyn baa dhintay oo magac leh baadiya weliba deganna dadku waa iska cawaam wey ska baadiya oo jaahil wax diin laga yaqaan wuxuu ma waa u sheeko uu la maqli jiray oo soo gaaray waagi markuu maryana waxaa la yihi madaxweynihii etoobiya xayle sillaasey markaa xayle sillaasey baa madaxweyne ah boqorka xayle sillaasey la odhanaya yaa la dilay ma ogta alla miyaanaan garanin ila dayaxa wuxuu xali u madoobaada waa nooca marka dadkaa lagu kala saarhaya lagu kala soocaya lagu fiirinhaya factabiruu yaa uuli albaab wayaa marka waa khalad waxyaalaha in la aamino xadiidkaa isaga muslim baa soo saaray saxiix wey xikmatu mashruuciyaatiha sababta loo jiday salaadan iyada xikmadna ku jirto alshamsu qorax nicmatu waa nicmo oo min akbari nicami illahi tacaala ilaahay nicmooyinkiisa caafimaad baa ku jiro nuur baa ku jiro waxyaalo badan oo annagu anaan ogeyn
oo faa'iido oo manaafic ayay yihiin sidata oo ku sugan. Nicmatu nicmo wey, oo min akbari nicmati nicami illah, ilahay nicmooyinkiisa kuwa ugu waaweyn. Allatii taasoo tatawaqafu caleyha xayaatu lkaa'inaat, waxyaalaha nool xayaatadooda waxay ku taagan, ay ku shaqaysaa, ku dareereysa qoraxda dacayada. Wadaahiru anna kusuuf, sida daahirka oo cad ee muuqan, anna kusuufa madoobaashadeeda fiihi waxaa ku sugan ishcaarun calaamad iyo ogeysiin, kaannaha ayadu qaabilatun inay aqbaleyso lizawaal yoomu min alayaam, inay zuuli doon oo tirtirmi doon, ama adduunyadan ay zuuli doon oo amaa wax kasta isbedeli doonaa zawaal. Ayaa tusaale iyo sambal ee u tahay, bal fii waxaa ku sugan ishcaarun ogeysiis iyo iclaam iyo astaan, lianna alcaalama caalam kulluhu dhammaan fii qabdati lilaah qadiir, allaha qadiir qabashadiis iyo kontaroolkiis iyo maamulkiis iyo rogrogidiis inay wax kastaba ay ku jiraan ay ka baxsaneen. Yumakkinu ilaahay u makaninaya ama u awood an yudhiba, yumakkinu ilaahay wuxuu makansan karaa oo u awooda uu suurtagelinaya an yudhiba inuu tagsiyo fii laxdati makhluuqan oo dhan iyo caalamkan oo dhan ilbiraqsi sakan waxaan dhammeen inuu habaa manthuura uu ka dhigo ilaahay awooda. هو سورة جنينة يا فالصلاة الصلاة في هذه الحالة حالتنا على قولتك كذا معناها معناها له إظهار وتذلل إذلال يا خشوع يسبح ربهم الله ظاهر صلاة الله بوش يستوي إلى عدس يوال خضوع إلا خضوع يسبح ربهم لذلك الإله إله هذا ساوح وقال القوي المتين يأود لشيء درنته حقا. وذلك من محاسن الإسلام, إسلام محاسن تيسي ولاك إيس عياك متحن إن هو تصالي قوة على قادنا الذي جاء علي اللي معبود ناس كان بالتوحيد توحيد كليم الخالص. أما عن الإسلام إسلام محاسن الإسلام وحق منه إن يكون عبر قادنا هو على قادنا ويكون بلا رقاد qurux iisa iyo wanaagiisa maxaasin iyo dhoorsanaantiisa. Waxaa ka mid a alladii kii weyn maxaasin islaam jaa la yimid towxiid alkhaalis, towxiidka khaaliska ee waxba ku labneen ka la yimid weye towxiid khaalis saafi waxba aan ku labneen. Sheekh khaalisku noqonaya tarku cibaadati alawthaan, sanamyada caabudintooda, barakeysigooda, wax weydiisashadooda, kuyaaciddooda, wuxuu gowraciddooda in ee ka tagaan sanam waxaa leeya wax alla wixii ilaahiya gheyrka la caabuda yaa taaquun la yihaa sanamya la yihaa. Wa minhaa waxaa ka mid ashamsu qorax waxaa la caabuda iyo walqamar iyo wagayrihima ومن المعالم أوامنا معالم تانية آيات الواوين وإلى هي كمل وإلى العبد وإلى البركة وإلى اللوس الجود وإلى أوكا. صفة صلاة الخسوف كيف يضي إيا قاب لو تكن هاي بركة حكمة لو سمي يا دليل خصوة عروري بركة نسوء قالي إنت عندنا وحدنا كون سينا يا كيف يضي قاب لو تكن كيف يرى لو تكون انت رك عضود او ايه قاب لو ركوع قاب لو سجود قاب لو استاي انت رك عضود ايه وحل اخرين ايه وهي ركعة ثاني وي وصوف كسلاة ديس وهلا ورك عضود يجهر اولا جهري فيها فيه ما لولا ركع عضود بالقرعة اخرس على صحيح سنة صحيحة يحوق بدل ايه صحيحة وعلى لجهري قرب الله اخرين ايه من قول العلماء
culimada qoolkeeda sida saxiixay ama badankood isku raacay. Fii kulli raacati rakacad kasta, halkii rakacad qiyaamaani laba joogsiba laba ista laba qiyam iyo rukuucaani laba rukuucood, wa halkii rakacad laba rukuuc iyo laba qiyaam iyo wasajidtaani laba sujuudood laba sujuudood, halkii rakac laba jeer aan la rukuuc. Salaada kaloo caadiga hal mar ma la rukuuc halkii rakacad, laakiin tan kusuuf laba jeer waad xiranaysa Allahu Akbar, kusuuf shamsi oo laba rakacadood baad nuyoonaysa nin Axmed wabaashadiisa, faatixadi baad akhrin, quraan waxaad ka garanaysa suurad dheer inaad weliba akhrisa ayaa sunna suurad dheer ilaa akhrin, markaa suuraddii dhammaysa waa rukuucaysa, rukuucni waad ku daahaysa abbaar, markaa rukuucni ka toosa samica Allahu liman xamida aad tiraa haddana سمع الله مركي لما تقول محل سمين جل إنا سجود له دقان دقان سجود له حابطه للسجود الصامع هذا ما للسجود هاي. سمع الله لمن حميده دعا على مركي أنا ميس فاتحني بحثنا رب الله سورة ما من الله وركوع عيسى هاتنا ركوع نمال هاتنا سوتوس ونرى كعب إخوات ما دوتا عيان سمع الله لمن حميده ركوع نلوات بعد ما مركز السجود يسا لما تجير على السجود مركز واحد ركعت او لما تاقني يلا ركوع له لما قيام يلا ركوع لما تجير على الركوع سجود هنا والله يقرأ واخر يوم ركوع على وسيلة ثاني يقرأ واخر في كل ركعة في الركعة الأولى ركعت نكوبة الفاتحة سورة الفاتحة ثم القرآن هي سورة طويلة سورة كلا أردار بو أخرين أيه. ثم يركع وركوع حيا انت أمرك أخرين فاتحة هي سورة أمرك أمي وركوع حيا ركوع طويلة ركوع آد أردار وكد داعي أيوة ركوع سلام كد دعي سلام ثم يرفع ركوع نيو كسو توسي كسو توسي لي كسو قال يا رأس ومدحي ويقول حولنا يا سمع الله لمن حميده سمع إلهي ونا أجيب ونا أقبل هيا لمن حميده ونا مقلا ونا أجيب هيا لمن حميده إلى العدك وحمد سوك وشكر سوك ربنا ولك الحمد ربي وأدي ما حد يسكر بعد اعتدالي مركو صوت وسك بعد ودعاء آخرين هيا ثم يقرأ دعاني مركو لما سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد مركو إلى محل ماشي سجود له ومجر صلاة كانوا عادي مركو صوت لنكو يوحد لنا بالله يا فاتحة يا أخرسين ثم يقرأ فاتحة فاتحة وأخرين يا سورة طويلة دون الأولى سورة دين أو سورة يورا كقاوان خير يا أخرين ثم يركع وركوع يا فيطيل أورنا يا الركوع الركوع أورنا يا وهو ركوع الله معنا دون الركوع الأولى ركوع نيكوبات ليك قاوان ثم يرفع رأسه مدحيس وكقال يا ركوعني وركوعني لوان ويقول حولنا يا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول هيا ثم يسجد سجودا سجدتين لما سجودا طويلتين او نار او كدايا ولا يطيل من نيران الجلوس بينهما فتنك او حيا لما سجودا كدايا معي من نيران هيا اصلا وعاد ثم يصلي وتكنيا ركعة ثانية ركعت الى بعد كالأولى ركعت نيكو باسو وتكن سلم منه وتكنية ثم يتشهد ويسلم واتحيا سنة وسلام لك سنة كيف يلا سأل وتكن إلا ما إيه صلاة يقول راح كان نورته هدي سوى صلاة إيه أحد أقدر عادي خصوصا نقط ولما يسنة يعني كما بحي صلاة مركو سلام لك سنة عدو وراح ندور وجيني ومسالك تنوي صافي ريولي هدي ولي إيمان بسيني أم دوتناي وعلى السنوات ما نقار كون وحيين على ماي لما نعرف على ذاتي وتكذي رسول ولا يوم رسول قار وحيين ماي ما لجوا جناي وعلى السنوات حيا إلا ما يخاف تين لو كان نورط عالي كصلاة لا يحيى قرح ديم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال ذو حيث خسفت الشمس قرح ديم من وقت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى وقت النولات كيس وقت النولات شديس وقت النولات
هي قرحة المدوبات صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول قبح صلى الله عليه وسلم إلى المسجد بسيادة قبح. أي سلام صلاة عيد وكان أبو مسألة وأنا متقن كان أول برنامج وأنا رسول مسألة وعلى علي وصلى هاي برنامج ما يعني بس أنا قاعد أقول إني حتى برنامج وأنا متقن كان الله يجزي حا مشروع المسألة كان قلت كذا رسول الله وأنا مسألة وعلى علي كنت كذا. فخرج يا رسول الله وأبو حسن على وسيلة إلى المسجد مو علي فقام أوستا وكبر أو تكبير صلي وصف الناس تكيلة وين صفتين وين سوسية ولا قداش يصير صف قليل. فاقترأ أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة أخر سنين مقالي وأخرين ثم كبر أو تكبير سنة فركع أو ركوع ركوع قرآني نبي ركوعا طويلا ركوع أير أو كنت ضعيف ركوعي ثم رفع رأسه من الحين قالي ركوعتك سوى قالي فقال وحول من ركوعتك سوى توسعي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد أنت ويصاره ربنا ولك الحمد لا اله الا هو بحق اسكني يا حمد. ثم قام ويستعي فاقترح حتى انا واخري وسيت الى انا حتى انا اخرس بقوم بالله من ركوع سجود مآدي قراءة طويلة اخرس بقوم بالله هي قرآن الله بعد ادنى يحيي كي يرتوى كون سيسا من القراءة الاولى اخرس كي يوري ثم كبر او تكبير سن فركع او ركوع ركوعا طويلا ركوع الاخر هو أدنى وحكير ركوع الله وكوسية من ركوع الأول ركوع الكوبات. ثم قال وحور سمع الله لمن حمده سمع الله إلهي أم الله لمن حمده قفكي حمديه ربنا يا ربنا ربي غيره ولك الحمد أنا ما حد اسكنه ما أدعو أن يكون ثم سجد أو سجود ولم يذكر مشي أبو طاهر ثم سجد رواية وسوري أدنى أو سجود مونك ثم سجد او سجود هل مر سيد سيد مؤمن لو قسم ما ركعتك لو سجود لا قال ثم فعل او فل في ركعه الاخرى ركعتني لبد مثل ذلك ركعتني كوبات وحي واخري انسدوا وسمعي ايوتي لبد اسمعي حتى استقبل اربع ركعات لما افر ركوع افر ركعات ما افر ركوع لما يستر كان لما يستر يو أربع سجدات أفر ركوعون يو أفر سجودون يو حوي ركعتني وهل في ركعت ولا سجودون من تي لو أنا لو سجودون يو أفر سجودون تحول لكن لو أنا ركعت ما يعانيين لو ركوعون من ركعتني وهل ركوع تي كذا لو أنا هل ركوع لو ركوعون أفر سجودون من قلها هاي حتى لو حوي أفر سجودون سجودي يا ركوع لبعض الأشكال والله ورك عدود أفر جيل الركوع عاي سجود يلا ورك عدود نوري قد أفر سجود عاي يلا عاي وأربع سيدات وانجلت الشمس قرحت لما في دمتي نورتي قبل أن ينصرف أنت من الصلاة الكسرة برقصان وكسور جيسن أي عادي وصال نقطي نورتي وصال الله إلهي وصال. ثم قام وإستاذ الرسول فخطب الناس يدخل قطبه الجيني قطبه يدخل الجيني فأثرأوا أمان عليه على الله وأمان بما هو أهل وحو أهل يا ابن إلهي وأمان وعن ثم الله ثم قال وحو رسول إن الشمس قرحت والقمر ضيح آيتان لو معجز الله وآية ضوء ومن آيات الله إلهي آيات كسك من الله ينخسفان ومن مدوبادان أي والله سكننا لنا فيه ينخسفان ينخسفان وحل أحري والله جمعي والله تسلي قرحت يديح والله سكننا وبنان ومن مدوبانا للموت أحد قفل مشتي سولا لحياتي لنشي ستور فذا رأيتموها قورتا على ركتان ها وقرحتني ومدل أما هما على مدوني فابزعوا ألقاقح للصلاة الصلاة وعلى والصلاة الدودة أو على حديث كان مصر بعض صوصة على صحيح محكى الله صلى الله عليه وسلم وحوين أولو على والصلاة إلهي إذا عدوان كنا إلهي ربنا مركو أدون كي سأقول له يوا مركو سجو سي وصلاة سأقول تقل صلاة مركو إنت ناسو فائدة أي الليلة قربية مرؤية وحد نيك على اسك حرمان وحد صلاة استقارية وحلة تقل الليل ما سلالي مئية الحريس إيا الرضي إيا مغفرة لأنت مجرت لغو قارح أخرية الدنيا وروى إمام مسلم وحوصة صالح أولي عن جابر
قال وحول انكسفت الشمس وان اجابر ورحت امام دوان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الزمن في يوم بعد ما تقول انت ابراهيم ابن رسول رسولك الى الى كيسا ابراهيم وولك رسولك ما انت ورحت امام دوان فقال الناس لك وحيراني صلى الله عليه وسلم فقال الناس لك وحيراني انما اختي انما انكسفت وحي ام دوبات قرات الموت وحكى ام ام دوبانين وحي ام دوبات وكريو لموت ابراهيم ابراهيم لما شدش ترت هي ام دوبات لما دوبات فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس تتقي وتجي 6 ركعات تنوع نوعك وعلى مرك على الوضع صدح جير ركعت ايوه صدح جير للركوع ركعتنا لبان صدح جير للركوع وعلى الاخرين فاتح على الاخرين سورة على الاخرين وعلى الركوع سمع الله وعلى سورة فاتح على الاخرين دون ادي يا سورة كذا وعلى الركوع سمع الله وعلى سورة حدنا فاتح على بالله مرسل حد سورة كذا على بالله وذي ركعت ايكو بات قالوا تاي صدح جير بحلقي ركعت حلقي ركعت يا لو الركوع هيا بأربع سيدات أفر سجود أفر سجود سيكون يا لاني سامرك وين لا بركة عضون ولح ركوع على ركعت لما سطح ركوع أيوة تجي حديث لو حصل صار إمام مسلم ما صار صار وحديث صحيح صحيح ويا ومن حديث ابن عباس قال وحوي صلى رسول الله جابر عبد الله بن عباس صلى رسول الله ما تجي صلى الله عليه وسلم أما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقت كسفت الشمس قرحت لي مدوبات 8 ركعات 6 ركعات في 4 سجدات وحل ولو ركعات أو 6 ركوع أو 6 جير للركوع هاي هل كان ركعات مؤفر ركعات لو أنا أفر جير وأفر سجود غير ولو ركعات وأفر دي تي وأفر جير للركوع هاي هل كان أفر جير وسدد ركوع سجود دي لو ما أفرت من وين فعلا لو أنا ركعات إلا هاي ما لكم إلي أيوة تجيده تعدون كذا دول مرة كذا دول إلى تعال تسوية يا واحد مرة ورحت نار أنتو نورا رسول صلى الله عليه وسلم نور ديال مدوات حديث كان إمام مسلم صلى الله عليه وسلم صحيح قال البخاري وحيه وغيرهما ومن أهل العلم بالحديث حديث هو عام لا مسا ذريرين يا سعسين يا قانش يا عنتم مدى لحمل هذه الأحاديث أحاديث الأيادة وحمار الثاني على بيان الجواز من على شنا عدين تينا إلا إلى وقت الموت عدد سكر ويكس على سو كس على سما أردت إلى من عد تعدوين كيا إلا إلى وقت الموت عدد الواقع وتعدوين كيا يا تعدد أو مرر كل الدول واختيار كل الدول أيات عدد سلاسة حديث الوجب الهيا مرنا اللي لحرك عدد لحرك عدد لما ركع عدود ونحر ركوع عليه وتكلم مرة لي لما ركع عدود أفر ركوع عليه وتكلم مرة الحديث قارئ إلي لما ركع عدود وسدد ركوع عليه وتكلم حلو جمع كلام مقالي علماء أهل العلم إلى حديثا وقال كلام ولو حمباري كلام أنت لا لا شيء سيكون بالنار إن ما نعدوين نور جيرو كذا دول نعدل نعدل وهي أيضا لم تعدد ما تعدد لأن مرجعها وعليه كله إلى صلاة إلى أن قريصة كله حال النوع إلى أرنب حين يقول نورا إيه رسول فعل كيسيس إيه كان عبد صلى الله عليه وسلم في خصوف الشام قريح المدوبة الشريس يوما معلن ما تقول إن إبنه إلى كيسي إبراهيم صلى الله عليه وسلم رسول إلى كيسي إبراهيم أول وحينئذ وقتها يجب حواجبين ترجيح أخبار الركوعين لو ولا الركوع أخبار تولي إلا الرجعة فقط أوكي لأن أصح وأشهر سلاسة إياه صحيح لما بدل أو إياه وحب بدل سلاسة إياه وحب بدل أو إياه راجح لما بدل أو إياه شر لأن عين أصح سلاسة إياه صح يكون قريسا وأشهر إياه عن قتال ومشهور قتال وقال شيخ الإسلام محمد ابن تيمية روي في صفة صلاة الكسوف يا لوري أنواع أيضا نوعية كانت
ولكن الذي في استفاض فاف عند اهل القبه وكفاف عن كل نقض كشعب كعم عند اهل العلم بسنه رسول الله رسول الله سنه الصلاه عليه وسلم كعم رواه ولي فاس بخاري ولي وعيناه بخاري كسونا الحديث في كتب هو مسلم غضب من غير وجه هل وجه غير قرآن انت سأوجه أي كتب وهو الذي في وي طريق ويستحبه يجعل الاستاذ وي مريء أكثر أهل العلم أي مريء كمالك وي إمام مالك والشافعي وأحمد أنه صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الدين صوافقا رايعتين لمرح الحضور وحقوا كبدي يمال في كل رايعة هل كي ركعت فكو على لبر فكو ملا يقرأ وآخرين قراءة طويلة آخر سبير وآخرين ثم يركع ركوعا ركوع طويل ركوع لير ركوعا دون قراءة قرآن يهر مثل الجابل أما ركوع يهر مثل كالجابل دون قراءة مركع ركوع سيئا وركوع وكداه وحق وآخرين أما قرآن مجرته أما دعوني أنت وواني أما ما يقرأ من الركوع لكم أقرين إلى السجود يقول ركوع لله ممنوع من لما أقول نهي وأكو صاروا مركز الركوع سنة مركز السجود سنة قرآن إلا هو أقرين أسأل قرآن كو أقرين إلى ركوع دي قد ضاحي دون قرآن أسأل قرآن كو أقرين ثم يقوم مستعيدا ركوع دي أي مكتب سجد فيقرأ مركز أقرين قراءة طويلة قرآن دون قراءة أولى قرآن هو مثل الدعوة أخص هو مثل الدعوة كير إيو خرج الطلبات ثم يركع وركوع إلى ركوع الركوع دون ركوع الأول ركوع يكو ركوع كالدعوة أو كير إيو خرج ثم يسجد أو سجود جلسيتين أويلتين لما سجود أو أعتر وحال كي ركع لما سجود حال كي ركع وثبت وحاسون عن عنه في الصحيح حكسون عن أنه جهر إنه لجهري بالقراءة قراءة فيها يمحق أولاي صلاة تعينة أيكو الصوف أخرج كأول لجهري دين كربو وأخرج دين قائمة الشهادة أو كصاف صن أيكو الصوف قرح دين مدوباتي أو نور كتاني ما دي حيوة إنتا سنوغو نما نقائمة الكوبان الوام حينا إلهي ما محد نسكاني نو تامين وحي الله ونا وافج الله ونا نسي والله فضل جنس احمد جنس وافج جنس يكون يسويا لا يمر وحمد الله وحي ان خلاص اما جبل لا اما وحو ارسلني سخر شيء واقنت دي فهم غير لا علم غير ويا الله ما مغفر ذنب لا يوم حي ويد سر يا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك طيب فيكم بعد اكو صوف حلقه كل ما طيب طبعا ان شاء الله احكام في صلاه الكسوف يا قابل للصف ويان يعني وحين الدولة ان شاء الله نبدا قيادات هي مع ادعو الى هي هي نوع طبعا نوع طبعا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.